الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب السابع من الكتاب الرابع والأربعين، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين. فالنبي لا نبي بعده، أمال سيدنا عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان لا ينزل بصفته نبي، بل ينزل بصفته تابع للنبي، فلا يأتي بشرع جديد ولا نبوة جديدة، فهو خاتم النبيين لا نبي بعده. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 99 بعد 6000، قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله. يبقى من الذي بنى بناء النبوة الروحانية المحمدية؟ يبقى النبي بيمثل نفسه من حيث روحانيته السابقة لظهور جسديته، أنه هو الذي بنى بناء النبوة، وأنه هو الذي أمد الأنبياء بنبواتهم. فالنبي استمد النبوة من الله ثم قسمها على سائر الأنبياء، وعشان كده بيمثل هذا المعنى، فهو نبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا، البنيان ده اللي هو بيت النبوة، فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به فيقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. وهذه اللبنة هي التي تضع البناء فتقول: من بنى؟ صاحب البناء. فظل الناس يتلقون الأنبياء جيلا بعد جيل، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، حتى جاء النبي فأعلمهم أنه هو الذي أرسلهم بروحانيته قبل ظهور جسديته. أنا اللبنة، أنا من ورائهم، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم. سئل صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيا؟ قال: وآدم منجدل في طينته. آدم لسه ما اتخلقش ونبينا نبي، وآدم نبي، يبقى استمد نبوته من نبوة روحانية النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعت ها هنا، ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم بنيانك. فقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فكنت أنا اللبنة. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثل النبيين، فذكر نحوه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون، يدخلونها يعني يدخلون الدار ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. وعن أبي قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بهذا الإسناد مثله وقال بدل أتمها أحسنها. باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، لأن قبض النبي قبلها يجعل الأمة تقاسي حزن ومرارة فقدان النبي، وهذا الحزن والمرارة له ثواب كبير عند الله، فيصير قبض النبي في صحيفتك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا ابتلي أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته في، يعني في فقده إياي، فإنها تهون عليه مصيبته، فإنه لم يصب مؤمن مثل مصيبته في. يبقى لما ربنا يريد لإنسان خير يقوم يقبض أعز الناس إليه وهو عايش، عشان لما يشعر بمرارة فقده يرفع درجات. عشان كده ستنا فاطمة النبوية بنت النبي ليه هي أفضل أبناء النبي؟ ما كلهم من حيث المقام واحد، الاثنين ولدوا من إيه؟ من أمنا خديجة ومن سيدنا محمد، فالمفروض يبقوا كلهم متساويين في القدر، مش كده برضو؟ لا، ستنا فاطمة أعلاهم قدر، لأن كل أبناء النبي ماتوا في حال حياة النبي فكانوا في صحيفته صلى الله عليه وسلم. أما سيدنا محمد مات في حياة ابنته فاطمة فقاست معاناة فقد أبيها ففاقت أقرانها، فهم؟ أدي السر. عشان كده إذا أراد الله خيرا بأمة قبض نبيها قبلها، تقوم تعاني مرارة فقد النبي والحزن عليه ومواجهة الحياة دون مشورته المباشرة، فهيبقى فيها ابتلاء شديد، وبقدر الابتلاء والنجاح فيه بقدر رفع الدرجة، ثم أنه يسبقها للآخرة، يعد لهم أيه؟ الآخرة لهم، فيشفع لهم ويعد لهم الحوض يشربون منه فيكون فرط لهم. وعشان كده أمة النبي أمة مرحومة، قبض نبيها قبلها. وعن أبي قال قال مسلم وحدثت عن أبي أسامة، حدثت يبقى بيروي عن مجهوله، وعشان كده ده من النوادر في صحيح مسلم، ما قالش حدث من مين. القاضي عياض والمزيري قالوا ده منقطع، والإمام مسلم في صحيح روى المنقطع، إلا أن هذا الحديث متصل من أسانيد أخرى بس مش عن طريق الإمام مسلم. حدثت ولم يذكر مين اللي حدثه، يبقى بيروي عن مجهوله، فاهم؟ وده برضه من النوادر في صحيح مسلم، لأن ده كتاب مسند، لكن الحتة دي من النوادر لا تجدها كثيرا. قال مسلم وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم ابن سعيد الجوهري، ما قالش إن أنا سمعتها من إبراهيم، ولو سمعها من إبراهيم خلاص، لكن لا،
وممن روى، لم يصرح بالتحديث عنه ولا السماع منه. فهمت بقى؟ وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا. والمتقدم الفرط هو الذي يتقدم القوم ليعد لهم ما يستقبلون، ده اسم الفرط، هو الذي يتقدم القوم ليعد لهم ما يستقبلون. فالنبي سبقنا ليشفع فينا وليستغفر لنا وليعد لنا حوضه حتى نشرب منه صلى الله عليه وآله وسلم. فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. يعني قوم عاد أهلكوا ونبيهم شفع لكم. فهمت ازاي؟ قوم ثمود أهلكوا ونبيهم شفع لكم، قوم نوح أهلكوا ونبيهم شفع لكم، مش كده برضو؟ تجد معظم الأمم كده، لكن أمة النبي لا. أمة النبي هنا المقصود بها إيه؟ أمة الإجابة وأمة الدعوة الاثنين. أمة الإجابة أي المسلمين الذين أسلموا، وأمة الدعوة أي الموجه إليهم الدعوة حتى يقبلوا على الإسلام فيدخل. كل دول أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من على وجه الأرض أمة النبي، إما أمة إجابة أو أمة دعوة. لا، الراوي عن مسلم، الراوي عن مسلم، راوي الكتاب عن مسلم. باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. وحديث الحوض الذي هو لنبينا في الآخرة حديث متواتر مروي عن جمع كبير من الصحابة، فهو حديث متواتر، وعلشان كده بيكتب من ضمن العقائد السمعيات، يدرس من ضمن السمعيات في العقائد، لأنه حديث متواتر إن نبينا له حوض يوم القيامة، وأن حوضه تشرب منه أمته إلا مجموعة فقط تمنع عن الحوض، تزاد عن الحوض مجموعة فقط، وأن أمة النبي كلها تشرب من الحوض حتى العصا منهم، حتى العصا طالما مات على الإسلام كله يشرب من حوض النبي حتى يقضي الله بين الخلائق. فتعاني معظم الأمم من العطش إلا أمة النبي تكون مروية ببركته صلى الله عليه وسلم. باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. وعن أبي قال حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت جندبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر جميعا عن مسعر حاء قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الملك بن عمير عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، كأنهم الصحابة يعني، عشان كده في رواية يقول أصيحابي، يبقى دي مجموعة من الصحابة اختلف في تحديدها، والراجح أنهم الذين ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال: فقلت نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهل النبي لا يدري ما يحدث بعده؟ وفي حديث عرض الأعمال، في حديث إيه؟ تعرض علي أعمالك فيه. أمال إيه لا تدري بقى؟ بينفي عنه يعني كأنه هذا استفهام استنكاري، يعني كأنه يقول: أولا تدري ما أحدث بعدك، وكأن النبي درى ولكن ظن أن الله يغفره له. فهمت إزاي؟ فلما منعوا قالوا، قال له: ألا تدري ما أحدث بعدك؟ وكأن هذا إيه؟ تقرير له، يعني ألم تعلم ما أحدث بعدك؟ ما أنت عارف، كأنه بيقول له كده. فهمت؟ للجمع بين الأحاديث. ولا نسير مجرى ما سار عليه ابن تيمية ومن وافقه أن حديث عرض الأعمال حديث ضعيف ويخالف ما هو أصح منه، واعتبر هنا لا تدري على سبيل الإخبار وليس على سبيل إيه؟ التقرير والاستفهام التقرير. فهمت؟ ولكن العمل بالحديثين أولى، خصوصا أن حديث عرض الأعمال ليس ضعيف الإسناد. إذا كان النبي بيقول في سائر الموتى إنهم بتعرض عليهم أعمال أبنائهم، ويقول: لا تؤذوا أمواتكم فإن أعمالكم تعرض عليهم. النبي قايل كده. إذا كان الموتى العاديين بتعرض أعمالنا عليه، يعني أبوك لو مات بتعرض أعمالك عليه في قبري، فيتباهى بك إن كانت خيرا مع من معه في البرزخ، أو يحزن على أعمالك إن كانت سيئة. إذا كان الآباء والأجداد بتعرض عليهم أعمال ذريتهم، أفلا يكون النبي من باب أولى ويقول: أنا منكم بمنزلة الوالد من ولدي؟ إذا لا تدري ما أحدث بعدك، هذا استفهام استنكاري، يعني ألا تدري ما أحدث بعدك؟ استفهام استنكاري مع حذف أداة الاستفهام، وهذا كثير في لغة العرب. فهمت بقى ازاي؟ يعني هو اصله ألا تدري ما أحدث بعدك، يعني ألم تعلم ما أحدث بعدك؟ فالنبي يعلم أن الله لا يريد أن يغفر لهم هذا أو يعاقبهم بأنهم يزالوا عن الحوض، فيقول لهم سحقا سحقا رضا بقضاء الله في هذه الطائفة، صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يعقوب. وعن أبي قال: وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر الجماحي عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر. مسيرة شهر يعني ايه؟ يعني كانوا بيمشوا من مكة او من المدينة شهر عشان يوصلوا الشام، يبقى كأن طول ضلع حوض النبي من مكة للشام. فهمت ازاي؟ يبقى مسيرة شهر. وزواياه سواء يعني أضلعه متساوية، يبقى مربع، لأن المربع إيه؟ أضلعه متساوية. وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق الفضة يعني، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء في العدد يعني، ونجوم السماء دي ملايين الملايين بل يقولوا مليارات غير معدودة. فهمت؟ وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. قال: وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي. عارفهم، عليهم علامات الوضوء، محجلين من أثر الوضوء،
وعارف اشكالهم لانهم كانوا من ايه؟ من الجيل بتاعه، من فتره. في روايه بيقول اصحابي او اصيحابي، احنا اخوانه، اللي جينا من بعده اخوانه، واللي كانوا في جيله اصحابه. فهمت؟ فيقول اصيحابي او اصحابي، فدل على انهم من جيل الصحابه، والراجح انهم هم الذين ارتدوا بعد وفاته. وسيؤخذ اناس من دوني، وسيؤخذ اناس دوني، فاقول يا رب مني ومن امتي، فيقال اما شعرت ما عملوا. شوف همزه الاستفهام الاستنكاريه جت في الروايه دي. اما شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا بعدك يرجعون على اعقابهم، يعني ارتدوا. قال فكان ابن ابي مليكه يقول اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او ان نفتن عن ديننا. وعنه به قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه انه سمع عائشه رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني اصحابه اني على الحوض انتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال فلأقولن اي رب مني ومن امتي، فيقول انك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على اعقابهم. وعن ابي قال وحدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفي قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث ان بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم انها قالت كنت اسمع الناس يذكرون الحوض ولم اسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجاريه تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ايها الناس، فقلت للجارية استأخري عني، قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقالت إني من الناس. مش يقول أيها الناس، لفظ يشمل الرجال والنساء، فقيها أم سلمة أمنا. فقلت إني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا يعني بعدا. وعن أبي قال وحدثني أبو معن الرقاشي وأبو بكر بن نافع وعبد بن حميد قالوا حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رافع قال كانت أم سلمة تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط أيها الناس، فقالت لماشطتها كفي رأسي، بنحو حديث بكير عن القاسم بن عباس. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر. صلى على أهل أحد صلاته على الميت يعني دعا لهم دعاءه على الميت، يبقى صلى إنما معنى دعا، لأنهم دفنوا منذ مدة، يبقى صلى إنما معنى دعا. صلى فصلى على أهل أحد صلاته على الميت أي دعا لأهل أحد دعاءه على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. أو النبي مش خايف علينا أن نشرك الشرك الأكبر، خلافا للوهابية يظنون أن الأمة وقعت في الشرك الأكبر، والنبي كشف له انه وبيقول كده ان الشيطان يائس ان يعبد في الارض خلاص، والوهابيه يقول لك امه النبي اشركت شرك اكبر، شيء عجيب.
وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها، يعني في الدنيا. وده الواقع. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثل عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال إني فرتكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. الجحفة دي قريبة من جدة، وأيلة معروفة إيلات. الجحفة اللي هي إيه؟ اللي هي ميقات أهل مصر، قريبة من جدة. وأيلة هي إيلات في الشام هناك، اللي موجودة هناك دلوقتي في فلسطين. كما بين أيلة إلى الجحفة إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.